بعد توقف استمر لعدة شهور بسبب جائحة كورونا، يعود برنامج عين على المشرق بحلته الجديدة، وهو من تقديم الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني. وضيف هذه الحلقة التي جاءت بعنوان المواطنة وسيادة القانون هو الدكتور ليث نصروين، عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، حيث دار الحوار حول أعمال هذه اللجنة والتعديلات الدستورية التي تجريها. فإلى هناك. في مطلع هذه الدورة من هذا البرنامج الذي يحبكم، كنا نصر على أن تكون المئوية هي عنوان الحلقة الأولى التي فيها نسلط الضوء على إنجاز أردني وضع لمساته صاحب الجلالة عبد الله الثاني، وهو يخاطب دولة الأستاذ سمير رفاعي ليعهد إليه برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن. نأتي في هذا المساء لنتحدث عن المواطنة وسيادة القانون، ولأننا نريد أن ننهل من خبرة من استطاع أن يسطر اسمه وحضوره العلمي الأكاديمي القانوني، جئنا إليكم في هذا المساء لنكون مع ضيفنا أستاذ القانون الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصروين، الذي وصلنا في هذا المساء من اجتماع في اللجنة الملكية، وهو مقرر لهذه اللجنة. إلي الشرف والفخر أني أكون على نورسات الأردن وأن أكون ضيفا على عين على الشرق بمعية الأب العزيز الغالي أبونا نبيل حداد وهذه المحطة الكريمة. نتحدث اليوم أبونا زي ما أشرت إلى المئوية الدولة الأردنية وإنجازات المئوية الدولة الأردنية. طبعا نحن كأردنيين عرب ومسيحيين نحن جزء من هذه الدولة الأردنية، ونحن النسيج الوطني للدولة الأردنية، وكما دائما يقال عن المسيحيين الأردنيين بأننا نحن ملح هذه الأرض، لأن سنة الحياة هي التحديث. أبونا الحبيب، توجيهات جلالة الملك كانت من خلال تشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية في الدولة الأردنية بما يتوافق مع المئوية الثانية للدولة الأردنية. طبعا جرى تشكيل هذه اللجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء السابق سمير رفاعي، وهذه اللجنة تشكلت من 92 عضو. طبعا هذه اللجنة أو هذا العدد الكبير من الأعضاء له ما يبرره. تبريرات هذا العدد الكبير أن اختصاص عمل اللجنة كبير، وإذا ما قرأنا رسالة جلالة سيدنا إلى دولة رئيس الوزراء الأسبق نجد أنها تشمل قانون انتخاب جديد، قانون أحزاب سياسية جديد، تعديلات دستورية جديدة، المرأة، الشباب، والإدارة المحلية. وعندما نتكلم عن الإدارة المحلية نتحدث عن البلديات ومجالس المحافظات، وبالتالي منظومة سياسية متكاملة بحاجة إلى تحديث. بدأنا عمل هذه اللجنة من خلال تقسيم 92 عضو فيها إلى 6 لجان مختلفة. طبعا كان العامل الأساسي في الاختيار هو الرغبة الشخصية، وحقيقة هذا يسجل إلى رئيس الوزراء الأسبق أنه قد راعى الاختيار ومنح المجال للأعضاء بأن يختاروا اللجان قدر المستطاع. طبعا اثنين، انتقلنا إلى مرحلة اختيار رئيس ومقرر اللجان، وأيضا رغم توافق جميع الأعضاء على أن يكون الاختيار لرئيس الوزراء نفسه أن يختار الرئيس والمقرر، إلا أن رئيس الوزراء رفض وأصر على ممارسة عملية ديمقراطية داخل اللجنة بأن الأعضاء في كل لجنة ينتخبوا الرئيس والمقرر. وانطلقنا من هذه بعد هذه المرحلة، كل في لجنته، كل في خيمته، لأن نحن بالديوان في هناك حوالي 6 خيم، كل في خيمته، خيمة التعديلات الدستورية، خيمة الأحزاب، خيمة الانتخاب، وخيمة الشباب والمرأة. طبعا يعني العمل كان شاق والعمل كان مضني والمسؤولية كبيرة والتحديات كبيرة. أبونا العزيز، الرأي الأردني أو الرأي العام الأردني والشارع الأردني اعتاد على لجان سابقة،
كانت هناك لجان سابقة. ما بنقدر ندعي أنه اليوم العلاقة الشعبية أو الثقة الشعبية باللجان هي في أوجها، لا، هناك نوع من التجارب السابقة التي يدعي المواطن وحتى الإعلام الرسمي والشعبي أن هذه اللجان مخرجاتها سيتم دائما حفظها بالأدراج ولن يتم التعاطي معها بجدية. هذا كان أول تحدي. كان دائما الرد على هذه النقطة أبونا العزيز أن جلالة سيدنا أكد في رسالتي أن هو الضامن لهذه المخرجات، بمعنى أن ما سيرشح عن هذه اللجنة من قوانين من مقترحات جلالة الملك سيوجه الحكومة أن تأخذ بها كما هي وأن تدفعها إلى مجلس النواب باعتباره صاحب الولاية العامة. يوم نحن سنخرج مقترحات توصيات سترسل إلى مجلس النواب، طبعا مجلس النواب هو صاحب الولاية العامة، له أن يعدل، له لأن هذا وفق أحكام الدستور، لكن نحن نتأمل من مجلس النواب التكاملية والتشاركية، ونتأمل أن يسير مجلس النواب والأعيان على هدي رسالة جلالة الملك.